سلام، كنتمنى انكم تكونوا بخير. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. كيف ما كتعرفوا بزاف ديال الناس كيلقاو الاشكال اولا كيلقاو واحد الصعوبه باش انهم يجيبوا نقاط اللي مزيانه. لذلك في هذا الفيديو غادي نبارطاجي معكم لي زاستيوس، حلول باش اننا نقدروا نجيبوا كامل النقاط مزيانه وان شاء الله تفرحوا وتوصلوا لداكشي اللي بغيتوا. اجيت فاليدي هو واحد العرض خاص لطلبه البيولوجيا سواء في لافاك او لي فيستي وحتى الناس اللي تيقراو في المدارس والمعاهد ديال التربيه بحال لاناس وليسيف. هذا العرض موجه للطلبه كيف ما كان مستواهم وباغين يجيبوا نقاط اللي مزيانه باقل مجهود ممكن. في هذا العرض كنخدموا معكم جميع الموديولات، شرحناهم لكم بالعربيه والفرنسيه باش هكا تفهموا اكثر، وزياده على هذا الشيء كامل فكنكونوا معكم كأساتذة كنجاوبكم على جميع التساؤلات ديالكم في اي وقيته وفي اي ساعه وفي اي لحظه. يعني فما تيكون عندك شي سؤال ولا شي حاجه فراك كتواصل معنا باش اننا نشرحه لك ونوضح لك الاشكالات اللي كتوقع فيها. هذا العرض الثمن ديالو رمزي بزاف، يكفي فقط انكم تواصلوا معنا على الواتساب باش هكا نقدروا نشرحوا لكم اكثر. كنتمنى لكم الخير، الله يوفقكم والله ييسر لكم يا ربي. باش انكم تجيبوا مزيان يكفي فقط انكم تقراو الكور ديالكم مزيان، تقراوه مزيان وتحاولوا تفهموه. دونك ضروري تكون فاهم الموضوع ديالك. كيفاش غنعرف راسي واش فاهم الموديل ولا لا؟ باش نعرف راسي واش فاهم الموديل ولا لا يكفي فقط انني نقول لك الشابيتر وانت تشرح عليا بلا ما تشوف بولي كوبي. مثلا في البيولوجي سيلولار نشوفوا الشابيتر ديال الميثود ديتود دي سيلول. دونك ملي نقول لك ميثود ديتود دي سيلول غتقول لي باش تهضر على لي ميكروسكوب، باش تهضر على لي زورغانيز سيلولار، باش تهضر على لي كونستيتيون انسي دو سويت. دونك غادي تشرح عليا بلا ما تحتاج انك تشوف البولي كوبي. دونك هالاولى انك تكون فاهمين. المرحلة الثانية هو انك تخدم دي زيكزارسيس في دي نيفو ديفيرون، يعني تخدم دي زيكزارسيس في مستويات مختلفة. كيفاش؟ انك تخدم دي زيكزارسيس اللي ساهلين ودغيا تخرجهم، تخدم دي زيكزارسيس اللي متوسطي الصعوبة وتقدر تخرجهم بسهولة، ودي زيكزارسيس اللي صعب وحتى هما تقدر تخرجهم. وهذا الشيء كيفاش كتوصل ليه؟ كتوصل ليه عن طريق الخدمة. بالنسبة لواحد الحاجة اللي مهمة هي أنه جميع النصائح اللي غنعطيوها لكم لجميع الطرق اللي غادي نقولهم لكم في هذا الفيديو فراح كنخدموا معكم في العرض. يعني أنتم فقط غير كتلقنوا الدرس، يعني ما كديروش واحد المجهود، حنا كنديروا كل شيء، أنتم فقط يكفي أنكم تتبعوا معنا وإن شاء الله غيجيب الله التيسير وغادي تفاليديو. وبالنسبة للحاجة الثالثة هو أنه كاع داك لي زيكزارسيس اللي خدمتي وكاع داك الفهم اللي فهمتي تحاول تلخصها ليا في واحد الريزومي. هذاك الريزومي يكون فيه ريزومي ديال لي زيكزارسيس ولا تاع دو لي زيكزام اللي خدمتي، يكون فيه ريزومي ديال الكور اللي فاهم وتخليه عندك. يعني في حالة ما إذا لقيتي شي إشكال شي مرة ولا نسيتي على شي حاجة ديما يكون في جنبك هذاك الريزومي اللي قديتي. هادشي اللي كان في هذا الفيديو، كنتمنى لكم خير يا ربي، الله ييسر لكم والله يوفقكم.